شوف أنك عندما تتحدث عن طرف مقابل شي خمم وكيفاش إلى آخره، فلم تدخل معنا في التصور اللي يعطيه معنا ألكسندر وينت، معنا أحد أكبر منظري العلاقات الدولية، في مسألة ما يسمى بالتصورات اللي بيرسبسيون تاع السيد اللي ولا المجموعة ولا الدولة اللي مقابلتك. غير مهم هو يعتبرك أنت دوني متخلف، أنت معناها فقط امتداد معناها متاع باش يستعمرك إلى آخره، لأنه هذه معناها في طبيعة بناء تصورات كل أمة لذاتها. ونعرف اللي كل السياسات وكل المدارس الجيوسياسية في العالم مبنية على أساس شنو؟ على أساس الهويات. المدرسة الواقعية. فوالا. اليوم عندنا المدرسة لا لا كونستركتيفيست. نتاع ألكسندر وينت. شو يقول لك؟ يقول لك هذه معناها فهمني في العلاقات الدولية عندما يتقابلوا معناها طرفين، كل طرف ياتي بتصوراته لي بيرسيبسيون تاعو. اطلين جايين بالكلام اللي قلت به انت وانا معناها موافق 1000%، ولكن ايضا احنا توا قاعدين جايين معناها فني باوراق جديده. يا استاذ راه ما عادش كان الامور معناها في امور نتاع مارك هاو معناها زيت وهاو واحد. يا ودي راه ايطاليا هي الدوله الوحيده بكل المشاكل الاقتصاديه اللي في الحرب الاخرانيه نتاع اوكرانيا وروسيا كانت الدوله التي مثلت المجال الذي مرت منه الغاز والمعناها والدفق الطاقي من الجزائر. طبعا. اليوم ثم اناكس جيوبوليتيك امبورطون كي اون تران دو سو كونستروير ما بين الجزائر تونس ايطاليا. طبعا. وايطاليا ولات المدخل للطاقه الجديده. ها والشيء الجديد وجبدت عليه بكري هي معناها فهمني في حكايه معناها الخط هذا اللي ما بيناتنا. صحيح. ثم اوراق يا صديقي لازمنا معناها نخدموا عليها اليوم ونخرج من هذه التمثلات معناها الانثروبولوجيه القديمه اللي تعتبرنا متخلفين الى اخره، لانه اليوم عندنا اوراق قوه، واوراق القوه هذه منين جات؟ تنجم تجي من السياسه، ولكن ايضا تنجم تجي من قناعتنا وفهمنا لوضعنا الاستراتيجي اليوم، اردنا ام كرهنا نحن بوابه افريقيا وبوابه اوروبا. هذاك الموقع الجغرافي هو اللي حتى وهذا معناه وهذه الورقه سنشتغل عليها الى اخر معناه وهما يعرفوا. وفما حاجه تري امبورتون لازم نفهموها استاذ، عرفت شنو هو؟ انه لا بوليتيك تونيزيان في مساله لا ميغراسيون تنجم تكون اون بوليتيك داكسيون براكسيس كيما تنجم اون بوليتيك اون كرو. اش معناه؟ يعني نجم في حاله معينه مطلوب مني ان يقوم بدور ولا اقوم بهذا الدور، وتكون الكارثه بالنسبه لاوروبا، وتكون الكارثه بالنسبه معناها فهمني لسما يطلبوا مني كتونس اني نكون حارس المتوسط. جو نو في با، جو نو في با على خاطر معناها فهمني شوف اون بو توبليجي افير اون شوز. يعني كيما عمل اردوغان مالك صحيح فهمتني وهذا صار قبل. وعندما حكينا راهو على البلان مارشال راهو معناها لتقريب الصوره، نعرف البلان مارشال ماهوش معناها فهمني بوسيبل توا الى اخره، وتوت كومباريزون ني باريزون. اما فما ان كرون بروجي اليوم اذا ما تعملش وإذا نحن ما عندناش قناعة في تونس. شنو هو الغران بروجي هذايا؟ الغران بروجي هذايا هو أنه اليوم ياخذوا بعين الاعتبار أنه أفريقيا تم تفقيرها، نحكي على أفريقيا معناها الساحل والصحراء، مالي، نيجير، بوركينا، موريتاني، معناها فهمني تشاد إلى آخره. هالبلدان هذوما تم تفقيرهم بشكل إرادي من طرف فرنسا وبشكل مباشر. إلفو لو روكونيتر. أكبر بلاد منجة للذهب معناها فهمني معناها فيغ لو نور دو لافريك هي مالي. صفر الذهب عندها في البنك معناها في البنك سنترال تاعها. فرنسا عندها صفر صفر معناها فهمني معناها مين نتاع الذهب الا دي مونتاني دور كلهم جايين معناها فهمني منين؟ جايين من مالي. فرنسا العام هذا دفيت باش دفيت باليورانيوم اللي جايه من اغليت ومن كيدال معناها من المالي ومن النيجير فهمتني. هالبلدان هذوما هما نفس البلدان اللي قاعدين يبعثوا في الموجات البشريه نتاع المهاجرين. ناس ميته بالجوع اليوم اذا ما ناخذوش مع الاعتبار هذا الموقف سو باراديغم نوفو اللي هو ما الناس مش نوقفوا الموجات البشريه اذا الناس ما تبقاش في الاراضي نتاعها وما تخدمش في الاراضي نتاعها اذا ما دفعناش على مور على المعنى على الباراديغم هذايا راهو رد بالك حتى المشكله مش تحل لا امنيه ولا غيره. وشيء اون فوا سي جو تيرمين توا باش نرد جوست معناها الكلام ديال حكايه ايطاليا واني با امبورتون تحت كل شيء. ايطاليا سي لا ثروزيام ايكونومي اوروبيان معناها باش نستفهم شويه معناها تحقر شويه ايطاليا فهمني كل شيء ثاني سا ثروزيام ايكونومي وقويه واحد كل شيء في نوتخ اون في بارتي دو جي 7 فوالا ديجا سا بو تو دير عندها برشا مشاكل رافعه نعرف نعرف يا ودي كل معناتها المانيا 0% العام هذاك تو دو كروسونس المانيا وداخله دون اون ريسيسيون المانيا اللي فيان دو ريكونيتر المانيا القاطره الاقتصاديه نتاع اوروبا مش هذه المشكله. المشكله هو انه اوني با اون تران كومبروندر اللي ايطاليا اي ديفوني لو بروميي ولات اول شريك تجاري لتونس. يا صديقي لو شوف شو يهمني انا تكون تقول لي معناها فهمني كوريا ولا البلاد الفلانيه قويه الى اخره وانا ما عنديش بها معناها فهمني علاقه. هذا نتفاهموا الساعه معناها عندهم علاقه.
عندنا بهم علاقه. تقول لي عندهم مشاكل، بيان سور عندهم مشاكل، مي ماك تعرف توتي ريلاتيف، معناها فهمني مشاكل هما معناها بارابور مشاكل نحنا. ثالث حاجه فما سكون ابيل ديزيكونومي فلوريسونت، ينجموا يخلقوا نوع من الاستقرار. علاش؟ لانه مبنيين على نظره معناها مستقبليه. مثال تريز امبورتونت، كيما مثلا علاقتنا توا على المستوى الطاقي. تتصور انت معناها بعد الحرب نتاع معناها اوكرانيا وروسيا، باش تبقى نفس العلاقه ما بين اوروبا وروسيا مستقبلا لو فرضنا صار سلم الى اخره في مساله الغاز؟ لا، باش يبداوا يلوش على مصادر اخرى. وشكون المصدر الاقرب؟ هنا هو المصدر الاقرب، شمال افريقيا. صحيت الجزائر. دونك الجزائر يا نزار، عملتش دي بروجي تونس باش تستفيد من الشمس الموجوده؟ فوالا مثلا دونك تيلي معناها إلي يوغا، ما تخافش. لو في اسمع، لو بوزوان خيغا لاكسيون. غدوه باش تلقى روحك انت موجود دون ان كولوار، موجود وفرضت وقائع قويه في العالم جيوبوليتيك. يعني انت تحب تكون الزياره هذه تنجم تكون نبنيو عليها حاجه مستقبليه. انت لازم تكون عندك الاراده، انت كتونس صحيح، وتكون فاهم، وتكون تتجاوز جوستومون هالنظرات هذوما. اذا انسان معناه ينظر لك معناه فني معناها